مشروع ري الجزيرة بأقسامه الثلاثة واحد من أكبر المشاريع الإروائية في العراق والمنطقة، والذي صمم ليغطي أكثر من مليون دونم زراعي في مناطق غرب العراق، حيث يشق الأراضي الصحراوية جدول إروائي بدءا من بحيرة سد الموصل وجنوب سنجار في نينوى وصولا إلى بحيرة الثرثار في الأنبار. يستعد العراق حاليا لتدشين القسم الأول من هذا المشروع، والذي من المؤمل أن يغطي مساحة تقدر ب 240 ألف دونم زراعي جهزت أفكاره منذ عام 1954. مشروع ري الجزيرة طبعا الرئيسي يتكون من ثلاث أجزاء بالحقيقة. مشروع ري الجزيرة الشمالي والشرقي والجنوبي. المشروع الأول تنفذ طبعا منفذ، ولكن المشروعين الآخرين اللي هم الشرقي والجنوبي فلم ينفذا بعد. اكتفاء ذاتي من محصولي الحنطة والشعير ومحاصيل أخرى من الخضار والفواكه يمكن أن يحققها مشروع ري الجزيرة حال تشغيله بالاعتماد على آلاف الأيادي العاملة من أبناء مناطق امتداده، فضلا عن إعادة الحياة إلى أراضي شاسعة أهملت وابتلعتها الرمال والتصحر. احنا النقطة اللي تهمنا كل زين موضوع كم عدد الفلاحين اللي راح يستفادون من هذا المشروع، كم عدد الأيدي العاملة اللي راح نحتاجها ونفعلها، تمام، واللي ساعدنا في القضاء على البطالة، راح يساعدنا في موضوع الاكتفاء الذاتي، راح يكفي ويعني مو بس اكتفاء ذاتي في محافظة نينوى بل سنعمل اكتفاء ذاتي لكل العراق، إضافة إلى مساعدته آلاف الفلاحين على العودة واستزراع أراضيهم من جديد. سيقضي مشروع ري الجزيرة الشمالي المؤمل تشغيله عن قريب على مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة والمتصحرة، ويضاعف من الغلة الزراعية بواقع طن ونصف الطن من الحنطة والشعير لكل دونم بدلا من 250 كيلوغراما للطن الواحد. ويبقى الأمل معلقا بإكمال باقي أقسام مشروع ري الجزيرة العملاق الذي طاله الإهمال منذ ثلاثة عقود، فما ينتظره العراق من القسمين الشرقي والجنوبي من المشروع لا يقل أهمية عن القسم الشمالي، وخاصة أنه سيحول المناطق الصحراوية الجرداء إلى مزارع خضراء تنعش اقتصاد البلاد. من الموصل محمد سالم، يو تي في.